لا أظن نقاول تقرير من طرف إحدى الأستاذات، كنظن سنة 20 غائبة، أستاذ رفيفة الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سمو سالين. حاجتو الدورة العادية ديال شهرين كاز أمور صحية وحسنة. كان عندنا جوج ديال النقط. النقطة الأولى هي ديال إبداء الرأي في برنامج العمل ديال 2022 في 27 اللي تطرح لنا من طرف المجلس الجماعي، وكذلك النقطة الثانية هي الوضعية ديال المناطق الخضراء بتراب مقاطعة السوان. فكان واحد مجموعة ديال الاقتراحات فيما يخص إبداء الرأي في البرنامج ديال العمل اللي قدموها المستشارين ديال الجامعه ديال المقاطعه، اللي تقدم كتوصيات للمجلس الجماعي باش يدرج في الدوره العاديه ديالو ديال فبراير. همت الشق الاقتصادي، همت الشق الترفيهي، همت واحد مجموعه ديال المجالات اللي كيشوفوها المستشارين خصها تكون في مقاطعه السواني، واللي تغيبت من البرنامج، واللي ان شاء الله تعالى ان الصارعين على هذا البرنامج هذا هما يرجعوا لها في شتى المجالات بحال اللي قلت، على مستوى الاقتصادي، على مستوى السير والجوانب، على مستوى المناطق الخضراء، على مستوى المنتزهات، على مستوى المناطق الخضراء، يعني جميع المجالات اللي شافوا ان تكون عندنا اقتراحات، خصوصا على في اطار كذلك الطفوله والمراه والمسنين، كذلك انه يكونوا حاضرين في هذا البرنامج ديال العمل 22 27 ديال المجلس الجماعي. النقطه الثانيه هي النقطه ديال المناطق الخضراء. بحال كتعرفوا مقاطعة السواني مقاطعة صغيرة، ولكن اللي جا في العرض ديال رئيس ديال القسم في الجامعة أن تقريبا نصف ديال الأشجار اللي كيتشدوا كيكونوا في مقاطعة السواني، نظرا لواحد السياسات اللي كانت كتنهج من قبل وكنهجوها لحد الساعة، أن مقاطعة السواني كل سنة كيكون عنده واحد برنامج ديال التشجير وكذلك الحفاظ على الأشجار اللي كانت كاينة. ولا رديتوا البال، راه رغم قله ديال المناطق الخضراء قدرنا اننا نعوضوا هاد الضعف ديال الوعاء العقاري في المناطق الخضراء، عوضناه بالتشجير على مستوى الشوارع. مقاطعه السواني الان تقريبا فيها 6000 شجره، جماعه بحال اللي جا في التصريح ان 4500 شجره اللي كيقوم بالتجديد ديال المجلس الجماعي، والباقيه اللي غتبقى ان شاء الله غتكلف بها الجامعه. وكنتظروا اننا حنا في السنوات المقبله ان شاء الله سنخلق بعض العقارات اللي غتكون مناطق خضراء، يعني خلق مناطق خضراء داخل مقاطعه السواني من اجل اضافه لمعدل ديال يعني اللي كنقولوا ديال المناطق الخضراء على مستوى الفرد، لان كتعيش واحد الكثافه السكانيه كبيره، ممكن واحد النقص حاد في النطاق يعني الاخضر. كما تبعتوا معنا اليوم في دوره مقاطعه السواني واللي تم العرض ديال مشروع برنامج عمل ديال جامعه طنجه ومقاطعه ديال السواني من اجل ابداء رايها في هذا المشروع. كنشكروا طبعا جميع المنتخبين والموظفين ديال مقاطعه السواني على التفاعل ديالهم معنا، يعني في التجاوب ديالهم في اعداد هذه الوثيقه اللي هي وثيقه تعاقديه مع المواطن. مقاطعة السواني كان لها مجموعة، خصوصا في هذا اللقاء كان لها مجموعة من الملاحظات حول هذا المشروع، واللي يعني ملاحظات كانوا مشروعين وخديناهم بعين الاعتبار على ان يتم يعني ادماجهم في هذا المشروع. وان شاء الله تعالى خصوص هذا اللقاء يعني وضحنا المجموعة ديال الامور اللي هي كانت شوية غامضة عند المنتخبين ديال المقاطعة ديال السواني، يعني جاوبنا معهم فيها كاملة، لا من حيث يعني الميزانيه المقترحه حتى هذا المشروع والمجموعه ديال المشاريع واش غادي يتم التنزيل ديالها اولا لا، لكن يعني الحمد لله ان هذا المشروع هذا هو يحظى بالواقعيه، مشروع اللي هو ما حلمناش فيه، يعني داك الشيء اللي باغي المواطن، لانه هو نتاج ديال واحد المجموعه ديال التوصيات اللي خارجه من اللقاءات التشاركيه اللي كنا عملنا لا مع المنتخبين ديال جميع المقاطعات ولا مع موظفيها ولا كذلك مع هيئات وجمعيات المجتمع المدني اللي لهم جميع اللي لهم الشكر الجزيل على يعني في خروج هذه الوثيقه الى ارض الوجود، لانهم كانوا فعلا وضعوا بصمه معنا وكانوا فاعلين في يعني في 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 انجاز هذه الوثيقه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.